الله تعالى أقام الحجج ثم الحجج على وجوده. كثير من مدارس الإلحاد قديماً وحديثاً تعطي دليلاً ثم تفشل، تتجدد تعطي دليلاً ثم تفشل. لماذا؟ الأدلة غير قابلة، بالمقابل هناك أدلة وبراهين قوية. بعض الشباب الآن يقع في الفخ لمجرد أن يفهم معضلة في الفيزياء الكمية أو في داروين مثلاً، لا يعرف الحل يسقط في الفخ. تقول على المسؤولين، على أهل الفن أن يبينوا، وبينوا، لكن لا يحق لك أن تقرأ بعين واحدة، أن تفهم بعين واحدة. هذا لا يضر الله تعالى سواء أنت آمنت أم لم تؤمن، لكن أنت مسكين. أنا إنما أقول ذلك، هذا بعض الابتلاء، ليس في التوحيد، الابتلاء في النبوة، في العقيدة، في التصرف عند العلماء، المواقف. الإنسان عرضة دائماً أن يشكك، عرضة دائماً أن ينتقد، عرضة دائماً أن يبين، وهو لا يفهم شيء، لا يصبر، لا يتأمل، لا يسأل من أهل المعرفة.